السلام عليكم، اجي نشوفوا اشواق شنو كطيب لنا النهار في رمضان، اول ايام رمضان. اشواق شنو تطيبي؟ السلام عليكم، كم موجود الحريره؟ كتوجدي لنا حريره مغربيه. ايه بسم الله. نبداو نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو كوكوت، كوكوت ديالي طارت لها اليد ومازال ما ركبها لي ونص 100 عام. نحتاجو كوكوت، مهم بصيله. كيبان كلشي باش بلا ما نبقى نهز. كيبان يا كيونس؟ كيبان كلشي. كاينه كنحتاجو بصله، كنحتاجو التوابل، الكركم، الزنجبيل، القزبره، والفلفل الاسود، والملح، ودمة البنة. حتى الاخر عاد كنضيفوها. كاين هنايا الكرافس، وهنا كاين القزبر المعدنوس، كاين طماطم محكوكه، عجون طماطم محكوكه، وكاين اللحم. هذه الشعريه، الطحين باش كنديروه في الخبز باش كتختر، هو كيصلح غير باش كيختر لنا الشوربه ديالنا، والحمص والعدس كنكونوا مفزكينها قبل، والمطيشه ديال الحك. لاصوص نسيت ما جبتهاش، انا غنجيبها دابا. هاد الحك غادي نزيد مقدار، المهم غادي نشوفوا مقدار ديال 4 الحبات المطيشه كبار. انا طحنتها البارح، يلاه البارح وجدتها وطحنتها على وديت. راكم عارفين كنحتاجوا لاصوص في كل شيء. دابا شنو غديري باش تبداي؟ غادي نديروا البصيله. ايوا، وغادي نزيدو عليه الحيمه، وغادي نديرو الزيت البلدي الروميه والبلديه، نسيت ما قدمتها لكمش في التقديم. المهم كديرو ثمن ربع كاس، انا غندير اني ميزاني. الزيت الروميه هذه البلديه والاخرى الروميه. هانتوما من بعد ما كتقيسوا الحمص كتلقاوه طاب، الحيمه كتلقاوها طابت، يعني كلشي طاب. ديك الساعات كتزيدوا باقي العناصر كتدوروا الحريره ديالكم. المهم دابا غنشدو الطويجن ديال الكرشة بلاصوص. هنايا درت لاصوص مطيشة، وزدت عليها مطيشة الحك، كنخلطها مزيان باش تنسجم. المهم غادي نزيد معاكم. غندير التومة، تقدري مجربش هاد غندير التومة. لحقاش كوكوت الحريرة راها كتغني. غندير التومة اللي مكيعرفوهاش. غندير شويش ديال الربيع. بالنسبه للعطريه كندير كلشي، غندير السكينجبير، غنديرو التحميره اولا البابريكا، الكمون. انا كندير في لاصوص العطريه كامله، شويه د البزار، ذريعه د القزبر، كركم، شويه ديال الزعتر التنسيم، نديرو الملحه حسب الذوق. وغادي نديرو شويه، غنديرو زيت العود، ونديرو شويه زيت الروميه، ونضيفو كرات اللحم، ونردوها طيب. المهم دابا غنوجد العشيوه ديالنا. العشيوه هي هاد الخريره، وجدتها الصباح صراحه كتجي غزاله الا شملتوها الصباح. هانتوما الدجاج، وكاين خيزو، بطاطا، القرعه، مطيشه، كنشرملهم وكنخليهم يشربوا الشرميله. وهنا كنشحر فليفله ودفله، كنديرهم من تحت مع شويه ديال الابزار والمليحه، كنفرشهم هما الفحاته مع الزويته وداك الشيء. دابا ملي كنجي يعني غير كنضيف هذا الشيء، وكنخلو الفرن، كنغطي صافي الومنيوم باش ملي يجيو. معاكم عارفين هنايا كنخدموا مورا المغرب، واجد
كما كتشوفوا كنفرش هذا عاتي كتعطي واحد النسمه زوينه بحال هكا مشحره كتعطي واحد التعليكه وواحد التاثيله يا سلام نتي مهجه شوف راكي مهجه صافي كنديروا الدجاج وشوفوا شوفوا معايا ما درتش معها حتى قطره د الماء ولكن ملي كتبقى الخضره كتلقى لاصوص ديالها الخضره مع العطريه كتلقى لاصوص ديالها صافي كنفرقها هكا بشكل عشوائي. بالنسبه للعطريه شنو درت؟ درت العطريه كامله البزار ملح قزبور زريعه القزبور داك القزبور الثومه دبس درت دبس الرمان يمكن لكم تعوضوه بالحامض كيجي زوين كتلقى واحد النسمه ديال الحموضه كركم كركم كلشي هادشي اللي درت ومزيان الخضره في رمضان صحيه الواحد ما يكثرش من المعجنات وغير اللحم وهادي وهادي شويه يحاول يدير خضره صحيه. حنا اكثريه انا ويونس هذه هي اسمحوا لنا مع الصداع ديال الكوكوت هذه هي الماكله ديالنا اكثريه الطويجنات ولا اللاطات ما كنطيبوش الكوكوت بزاف هانتوما كيف ما كتشوفوا بقات الماء ديالها ما كنحتاجش نزيد الماء. المهم دابا كنوجد معكم واحد التحليه اللي بهذا كيف ما كتعرفوا رمضان كيحتاج بحال هاد الامور. المهم درت هنايا كاطو صفتو عادي في المول وموراه غادي نكب عليه هاد الخليط ديال شو سميتو فلو ديال الكراميل وندخلو من بعد الثلاجه حتى يشد راسو ما كتشوفوا كيف زك هذا الكاطو في نفس الوقت كيجي زوين مع الفلو كتسني المغرب اللحظات الاخيره اللحظات الاخيره كي جاك نهار الاولي ديالك في رمضان؟ مزيان الحمد لله صراحه ما كانش الجوع بزاف ما كانش العطاش المهم شدي كينتهينا الحريره الصراحه دابا راه كنت المهم هي لي الحريره ديالي كي جات كتجي دقيق لها ومقيومه وكتجي غزال الصراحه المهم اللي كتعجبو خفيفه على هكا يمكن له يزيد شويه ديال الماء يعني الصراحه كتبان كتبان وهذا قصتنا مع عزيز على اشواق حيت ديال الوالد ديالو ديال الوالد ديالها الوالد ديالو الله يخلي علينا امين يا ربي. شوفوا واش عمركم شفتوا شي حد كياكل الهريسه في المغرب؟ قال لك يونس ياكل الهريسه على الجبسه انا كتعجبني مع الكفته داكشي علاش انا حطيتها حدايا. الله اكبر هي كتودنا عليها يلا نخليكم خوتي رمضانكم مبارك سعيد ان شاء الله لكم الصحه والسلامه باش كنتمناو طول العمر والرزق الرزق الكثير وشي قناه كبيره ان شاء الله يا ربي. ايوا المهم هذا هو الفطور ديالنا وهذا هو اول نهار النهار ديال الاشواق في رمضان الثاني ديالنا نتمنى يكون عجبكم هادشي اللي وجدنا لكم واخا مع الاسف دراكم بعدي ومرحبا بكم كاملين اجيو تاكلوا معنا هادشي اللي كتب الله دوقي تشوف الحريره انا اول حاجه شنو كاين اول حاجه كيعجبني في الطبيعه هي الحريره انا خصني الكرموس ولا التمر باش نفتح بس عم مقنعه الكرموس هذه سوريه يا سلام حريره حتى صغيره دوق الحريره فينا ما شهيتكم فيها الجو والله واعر ديما الحريره المره الاولى كتصدق واعره ما عرفتوش مع المده كتبقى تطلع لنا في راسنا حيت ما كنتوش ما كنبقاو نشربوها نخليها حتى الاخر الهريسه ديالي يلاه الخوت نخليوكم خليكم معنا شويه حنا غنخدمو مورا المغرب هنايا حيت غير غادي نفطرو غادي نجلس واحد الشويه ونمشيو للخدمه ديال علينا نمشي نسني هاد الفيديو تحياتي تحياتي لكم